السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متابعي قناة يوسف تيك برو في فيديو جديد بالنسبة لهذا الفيديو هذا فهو حول توزيع بطاقة منحة التعليم العالي بالنسبة للطلبة الجدد فراه تم رسميا شروع في توزيع هاد البطاقة هادي كما قلت لكم ديال منحة التعليم العالي بالنسبة للطلبة الجدد وتم ابتداء من يوم الجمعة 22 يناير فرع العديد من الجامعات اعلنوا على انه البطاقة اصبحوا متاحين وبامكان الطلبة الجدد انهم ياخذوا هاد البطاقة هادي ديال منحة التعليم العالي ابتداء من يوم الجمعة وكما تشوفوا معنا في هذا الاعلان هذا الخاص بكلية العلوم الجديدة كذلك تاهما اعلنوا على انه بامكان الطلبه الجدد انهم يسحبوا بطاقة المنحة التعليم العالي ديالهم فبالنسبة للسحب ديال بطاقة المنحة فهو غادي يكون يا في الجامعة ديالكم في الكلية اللي تتقراو فيها أو في وكالة البريد اللي غادي يصيفطوكم ليها وداكشي على حسب كل فاكولتي وشنو دايرة فكما قلت لكم غيخصكم أنكم تطالعوا على ليتابليسمون ديالكم وتشوفوا شنو دايرين واش أنك تمشي في الكلية أو أنك تمشي تاخدها من المقر ديال البريد بنك وبالنسبه للوثائق المطلوبه باش انك تأخذ هاد بطاقه المنحه فغادي خصك فوتوكوبي ديال بطاقه التعريف الوطنيه ديالك وكذلك فوتوكوبي ديال بطاقه الطالب ديالك الى خديتها الى مازال ما خديتيهاش غير فوتوكوبي ديال داك الفيشي ديال لانسكريبسيون ديالك وكذلك غادي يخصك واحد رقم تسلسلي بالنسبه لهذا الرقم التسلسلي فراه غادي تلقاوه في اللوائح اللي غادي في المؤسسه ديالكم كما قلت لكم لانه في المؤسسه غادي تنشروا واحد اللوائح اللي خاصين بهاد اصحاب المنحه وكل طالب راه حدا تلقى وحده واحد رقم تسلسلي خاص به هذا الرقم التسلسلي هو اللي غيخصك انك تقيد وتكتبه في آه ديال البطاقه التعريف الوطنيه ديالك هو رقم الهاتف ديالك وهادشي هو اللي خاصك انك توجد باش انك تسلم هاد بطاقه المنحه هذه كما قلت لكم بالنسبه كذلك الطلبه اللي في واش فاس باقي واش مكناس واش مراكش باقي فرا جميع الطلبه الجدد غادي ياخذوا هاد البطاقه ديالهم كاينين أعلنوا على انه اليوم بداو كيعطيو هاد البطاقات كاينين اللي يوم الاثنين فكما قلت لكم ابتداءا من الاسبوع المقبل اثنين اولا ثلاث فراه كلشي غادي يكون انه اعلن على هاد البطاقات هادو باش انه الطلبه ياخذوهم وكما قلت لكم فلا داعي انه طلب يقوي الثول واش باقي واش باقي لانه كما قلت لكم اثنين او ثلاثه غادي تأخدهم كاملين ان شاء الله وبالنسبة للوائح الأرقام التسلسلية وكذلك المواعيد ديال أخذ بطاقة المنحة بالنسبة لطلب الجدد راه غادي نخلي لكم واحد الرابط أسفل هذا الفيديو هذا يمكن لكم أنكم تدخلوا لي وغادي تلقاو هاد اللوائح على حسب كل مؤسسة باش تشوفوا أنكم الوقت اللي غيخصكم أنكم تمشيو وكذلك تقيدوا ذاك الرقم التسلسلي ديالكم بلا ما تحتاجوا أنكم تمشيو للكلية ديالكم وكانت هذا الشيء اهم جاء في الفيديو ديالنا ديال اليوم نتمنى انه يعجبكم واذا كان عندكم شي تساؤل طرحوا عليا اسفل هذا الفيديو هادي كذلك ما انكم تتابعوني عبر الانستغرام راه تنشر فيه حوايج اللي مفيده كذلك واذا كان عندكم شي تساؤل بغيتوا تواصلوا معايا فيمكن لكم انكم تواصلوا معايا فيه وكانت هذا اهم جاء في الفيديو ديالنا ديال اليوم فالى عجبك الفيديو ما تنساش دير لي جيم كذلك تخلي لنا شي تعليق تحفيزي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته